السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وصحة جيدة ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم واحد الحيلة في الخياطة غادي تساعدكم بزاف وغادي تسهل عليكم الخياطة. هاد الحيلة هادي كتكون في الفساتين او لا في البلوزات او لا اي موديل اللي تيكون فيه خيط مطاطي في الحزام، يعني ما تضطروش انكم ديروا تخيطوه من الداخل او لا تكون داك القصة في الحزام، وما غاديش يجي الخيط المطاطي كاع كيبان لا من الداخل ديال الثوب لا من الوجه ديال الثوب. اذا كتاخذوا الطول ديال الحزام وكتزيدوا سنتيم على الطول ديال الحزام وكتحددوا واحد الخط بهذا الشكل هذا، وكتاخذوا الخيط المطاطي ديالكم اللي عندكم، يعني على حسب الخيط المطاطي اللي عندكم نتوما. انا هذا الخيط المطاطي اللي عندي هنايا فيه تقريبا سنتيم، غادي ندير سنتيم من فوق داك الخط اللي درت بحال هكا كنطراسيه، وغادي ندير سنتيم من الاسفل. صافي، وغادي نرسم هذاك الخط بالمسطره. غادي نفتحوا الموديل بحال هكا وغادي نطراسيو على القياس ديال الحزام كامل. مثلا نتوما غادي ديروها للظهر والخلف، وهذا بالنسبه للطريقه هذه غادي تبقاو تركبوا الخيط المطاطي قبل ما تجمعوا الفستان من الجوانب، يعني غادي يجيكم اسهل احسن ما انكم تجمعوا الفستان من الجوانب وعاد تركبوا له الخيط المطاطي. صافي، هنا راني طراسيتهم بالستيلو باش يبان لكم. هذا هو الخيط المطاطي كي كتشوفوه، نفس القياس اللي الفوق هو اللي لتحت. غادي ناخذوا هاد ثلاثه الخطوط، داك الخط كنخليوه في الوسط بهذا الشكل هذا، وكنثنيو الاخرين بحال هكا على اثنان وكنخيطو، يعني بحال اللي كنديروا واحد المامور اللي غيدوز منه داك الخيط المطاطي. بطبيعه الحال هاد السنتيمات هادو اللي غادي نخيطوهم وغيتنقصوا لينا من الطول ضروري تكونوا زايدينهم في الطول ديال الفستان. يجي بحال هكا. صافي، دابا كنقلبوه بحال هكا لواحد الجهه، يا اما الفوق يا اما لتحت داك السنتيم اللي درنا، وكنعاودو نخيطو عليه على الحرف ديال الثوب، يعني ما كنبعدوش بزاف، كنخيطو غير كيف يتشد لينا ما يبقاش هكاك يعني واقف. صافي، كيجي الشكل ديالو بحال هكا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نجيبوا الخيط المطاطي وكنديروه في واحد الابره وكندخلوه، صافي كنثبتوه من هنايا باش ما يهربش لينا. وغادي نكملوا الخيط المطاطي حتى نخرجوه من الجهه الثانيه. ونثبتوها كذلك حتى هي. وهذا هو الشكل ديالو النهائي، كيجي بحال هكا، كيجي نقي من الداخل يعني ما كيماش لينا داك الخيط المطاطي. نفس الطريقه كديروا للظهر وكتجمعوا البياسه من الجوانب. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا في الفيديو مع اصدقائكم، وما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم باش تشجعوني دائما نقدم لكم المزيد. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.